قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتح الله عليكم شيخ علي. يا طالب توفيق يا سائل ترقيق الخير فيه عميق في حملك القرآن في حملك القرآن هذا هو القرآن نور هدى وأمان يسمو بنا الدرجات ويفيض بالأحسان ويفيض بالأحسان إياك والهجران والبعد والنسيان كلا فذا الحرمان في تركك تبيان في تركك تبيان هذا هو القرآن نور هدى وأمان يسمو بنا الدرجات ويفيض بالأحسان ويفيض بالأحسان قرأ علي القرآن الكريم كاملا بقراءة الإمام عاصم من طريق الشاطبية على أتم بيان وأكمل عنوان واستجازني فأجزته أن يقرأ